السلام عليكم. وفاة 6 أشخاص في عين المكان في إثر حادث مرور مميت وقع الحادث فجر اليوم بولاية قسنطينة، ونتج عن اصطدام مباشر وقوي بين شاحنة ذات صهريج لنقل الوقود بسيارة سياحية، مما أدى إلى اشتعال السيارة وتفحم كل ركابها. إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم ألهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.